مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم صريح جدا. موضوعنا النهار اليوم حيكون على تلاف ورد الدين. كما نشوفوا بزاف من الاشخاص يجي يقترض منك مبلغ من المال بصح باش يرده لك يكون هذا هو المشكل، يبدا التهرب من دفع هذا الدين. بهذا اليوم زلنا الشارع وسالنا المواطنين حول هذا الموضوع، ما لا تبعوا معنا كيفاش كانت الاجابات ديالهم. قول هذا حب المشاكل عمرهم، كيف انا لاباس بي عندي دراهم يجي يقصدني، مادام قصدني دي في بالو هذا الدين امانه تعاود ترجع حالي. كيف باك انا نولي نجري موراك تولي تغزر فيا غزره عينك، كي نجي نقولوا على الدراهم يولي يغزر فيا شغل انا غلط. دراهمي حقي يا واسمك جيبهم لي. باطي لي 3 ملايين و500 ديال برك، وهذا ما كان يا اخو الله يرضى عليك. قولوا بعد باب برك هذا ما كان، عطيني 3 ملايين و500 وروح وروح. سمحش يا اخويا حقي داهم لي من جيبي اخي، نهار قصدني هو ما حشمش جا عطيتهم له يرجعهم لي. شوف كاين واحد المثل يقولوه عندنا في البليده، يقولوا مول التاج يحتاج سكي في نيمبورت كي ا نيمبورت كال مومون انسان يحتاج. كيما يقولوا حاجه ماشي عيب واحد يسلف، بصح يسيفي برك واحد يكون عنده كلمه. رجع لي دراهمي امانتي اخي، عرقي عرقت عليهم، رجع لي دراهمي. كي تروح دوموندي دراهمك ما كاشو، يا يقول لك تروح لدارهم يقول لهم باش يقولوا لك ما كاشو، تعيط له في التليفون تلقاه مغلوق، تحوس عليه في الحومه ما كاش، يقول لك ما شفناش، يولي ما يبانش كاع يتخبى. ما تزيدش تعاود تسلف صايي، هذه تعلمتها يفو ميو باش ما تخسرش الناس، يفو ميو ما تسلف لهم ما تتعامل معاهم في حاجه الدراهم. روك شويه الدعوه راهي، واحد من يتسلف على اخوه شويه من ما يطيقش يرجع له نورمالمون يصارحه، يعيط له يقول له مش راهم واجدين ولا لا اخينا يدير يضرب لنا يطفي تليفونك ما سيجري ما سجري موراه. وهذه كاع صرات لنا اخويا، زعما واحد ماشي زعما يشكر روحه وكاع، حنا تاني نسلفوا ونتسلفوا ولازم نكونوا خاوه. قال لك مول التاج ويحتاج صاحبي. كيما يقولوا هاد الناس ربي يهديهم ان شاء الله، ان شاء الله تكون عندهم الكلمه، ما يكونوش يتزولقوا في الهضره دغوات ا غوش. هذوك الناس يا اخو كي يسحقوا من الدراهم هما يولي يهوسوا عليك، راك فاهم، يولوا يعرفوك يولي صاحبك يولي مليح معاك، كي تسلف له الدراهم باش وتروح ليه باش يرجعهم لك يولي ما يعرفكش. ما يخلصوش بزاف، يجي يقصدني نعطي له، ما نغسلوش وجهه نعطي له، هو جا قصدني هبط راسه نعطي له. ماذا كي تجي كاين انت تسالهم دراهم بزاف ترموا بزاف ما قدرش نحسبهم. ولا ديموندي دراهمك ديموندي ما يغزوش فيه، يقول لي غدوه اليوم غدوه اليوم وهي رايحه. انا واحد من الناس سلفت دراهم، واحد سلفت له باش نقول باش نعيط له في التليفون لقاه طافي، باش نروح له لدارو ما كاشو. واش دير يا خو دوكا سلف، دوكا واحد يجي يسلف لي يجي يسلف عندك دراهم يبكي لك، وبعد هذيك باش ترجع له يولي يسبك ما على باليش. هذه هي يا خو ولي انت ماشي ملاح، ولي انا ماشي ملاح. هذه معاهم بوالو، انا يا مخليهم في غرضهم وطلق لهم الحبيله، الا رجع لي دراهمي رجعني ولا ما رجعنيش الخلاص عند ربي. حوش انت عليه تقول اعطيني دراهمي، على بالي يكون حوس عليه ما يهرب. جا واحد عطيت له والله غير بهدلته قدام الناس وما حشمش وكيف فيه، ويجي يسلم عليا يقول لي اليوم غدوه من بعد ما كان والو. الناس اون جينيرال يعني كي تسلف لهم الدراهم وما يرجعوهم لكش في الوقت، وكي تبدا انت تحوس عليهم نتخاسروا. انا صرات لي تخاسر مع هذوك الناس، ترجع شغل انت ماكش ناس ملاح. والله بكل صراحه شوف تحب دير الخير والنيه هذيك تحب دير بها، شوف واحد زوج تسلف لهم يخرجوا عليك طريق امبوس، وكل حال تعرفوا كلش يتهرب التليفون تاعو طافي امور هذه، ومن بعد تشوفوا عاد يبدل بلاصه ما تجي تشوفوا كاع حاجه خفيفه معاه. ما تصيبوه تصيبوه يقول لك اسمح لي غير شهر شهر شهرين من بعد خلاص شكون تسمح له. نهضر معاكم كاع جميع، واحد سلفت له جماعة واحد دا جا لي قصدني ما جامي رديت واحد انا على كل، نعطي له رجع لي رجع لي كيما عطيت له يرجع لي. خذ لي دراهمي ولا الخلاص عند ربي. الخلاص عند ربي خير ما كان لها دراهم. رموا بزاف ما قدرتش نحسبها. ولا ديموندي دراهمك ديموندي ما يغزوش فيه، يقول لي غدوه اليوم غدوه اليوم وهي رايحه. ماذا كي يجي في وقت لابي تولي انت العيان تولي تغزى في غزره عيانه كيفها؟ حتى تكره حياتك الدار ما سمحش يا اخي. الله كاين الله للدور، كاين واحد يسلو 3 ملايين و500 عندها 4 سنين ما لقيتوش ما لقيتوش هذا البني ادم هذا، والله 3 ملايين و500 يا اخو 4 سنين والله 4 سنين راك حوس عليه ما لقيتوش ما لقيتوش يا اخو. نعرفو كان صاحبي ما عندك ما لاباش دوكا وين راه يسكن. لا ما نقول لتي حد، واللي راهم مسلفين لي نقول لهم بغي يقعدوا تقارعوا نقول لك قعد سنه نهار تكون شابه ان شاء الله بربي نفرجها عليهم وما كانش كاع مشكل. يتخبى ويرجعوا يقولوا لك شغل انت ماكش ناس ملاح وعلاش تقلقت، زيد اعطي لهم الوقت ما تعطي لهم الوقت شغل ما
شاك فوا مشاكل يعني. انت شوف العباد يفو با تتعامل معاهم دراهم، تدخل معاهم في الدراهم تخسرهم. العاميه تاعنا يقولك جميع الرقبه تقدر عليه، مول التاج ويحتاج شخطات بنادم يتزير ولا يروح عند خوه يقصد خوه وكاع منا، باش هي نورمالمون خوه يتفكر به قدام له هو يقصده. شو احنا عندنا طايحه باش راح تسلف على واحد وكاع، نتمناو زعما باش واحد الا تسلف على خوه ولا منا يدير نيته باش يرجع له هذيك الامانه باش يخلي بلاصته نقيه. كاين لي كوبي لك التليفون، كاين يبدل لابيس، كاين نيمبورت كوا، يسيفي برك باش يبعد عليك باش ما تقولوش راه لي دينه تاعي. اه نهضر معاكم كاع، جميع واحد سلفت له، جميع واحد دات جالي قصدني ما جامي رديت واحد انا على كل، انا نعطي له رجع لي رجع لي كيما عطيت له يرجع لي، انا ما نسمحش من الاخر. لا انا ذولي شو انا كاين بزاف عيب سلفتهم دراهم ما رجعهم ليش، انت اللي سلف لك دراهم ما نسمح لكش، والله نكلي عليك ربي يا اخ شاي. هذا اللي سلف له الدراهم او على باله شكون، على باله هذا سلف له الدراهم، راك تشوف فيا رجع لي دراهم.